تفضل السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد مارغوس تاكنا وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إستونيا للتوقيع على الإعلان المشترك. علاقتنا، علاقة المغرب بإستونيا هي علاقة قديمة، علاقة متجذرة، علاقة بدأت في بداية القرن الماضي في 1920، كانت أول اتصالات دبلوماسية بين البلدين، وكانت إستونيا من الدول اللي كان عندها قنصل فخري في مراكش ما بين 1932 و 1940، وهذا دليل على أن التواصل بين البلدين كان قديم رغم البعد الجغرافي، ولكن كانت العلاقة دائما متوطدة. واليوم حنا كنحيوا هذه العلاقات اللي كانت قديمة بين البلدين، كنعاودوا نحيوها مرة أخرى. الزيارة كتأتي في إطار الاحتفال بالذكرى 32 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي علاقات كانت دائما قائمة على الاحترام المتبادل، على التعاون البناء، وعلى التنسيق في بعض أو في القضايا المهمة. اليوم الزيارة ديال معالي الوزير هي يمكن تشكل واحد التحول في علاقتنا الثنائية. أنا على أن يكون تبادل الزيارات على أعلى مستوى، وأنا قبلت دعوة معالي الوزير لزيارة ستالين قريبا. اتفقنا كذلك على أننا نعقد الجلسات المشاورات السياسية بين البلدين في القريب العاجل، وهذه المشاورات السياسية غتمكننا من تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الثنائية والإقليمية، وتكون مناسبة كذلك للقيام بمبادرات مشتركة في المحافل الدولية والأممية حول قضايا اللي كتحظى باهتمامنا معا. البلدين كذلك عندهم عزيمة باش يطوروا العلاقات الاقتصادية في إطار حرص جلالة الملك محمد السادس على تنويع شراكة المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للشركاء التقليديين واللي قرب جغرافيا، أننا يكون عندنا علاقات اقتصادية وسياسية مهمة مع أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، واخا ما يكونوش قراب جغرافيا، ولكن اللي كنتقاسموا معاهم مجموعة من وجهات النظر حول مجموعة من القضايا. في المجال الاقتصادي كذلك اليوم كان افتتاح لمنتدى لرجال الأعمال بين البلدين، واللي بحيث أن معالي الوزير جا مصحوب بوفد من رجال الأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كاين هناك مجالات كثيرة اللي يمكن يكون فيها تطوير التعاون الاقتصادي، سواء في المجال التعاون الرقمي، وحنا كان المغرب يلا تم إطلاق المبادرة أو الاستراتيجية الوطنية في التعاون في المجال الرقمي، وإستونيا عندها واحد الخبرة وعندها واحد تجربة كبيرة في هذا المجال، واللي يمكن يشكل مجال للتعاون بين البلدين. كاين هناك كذلك رغبة في تطوير التعاون في مجال المنشآت المينائية، في مجال الطاقات المتجددة وغيرها، بحيث أن رجال الأعمال في البلدين يمكن لهم يطوروا مشاريع مشتركة ثنائية، ولكن كذلك في اتجاه القارة الإفريقية، على اعتبار كاين في اطار هذا الاهتمام اللي عند استونيا تجاه القاره الافريقيه، المغرب يمكن له يشكل واحد المدخل او واحد البوابه لولوج الشركات الاستونيه الى السوق الافريقيه والى مجال الاستثمار في القاره الافريقيه. تحدثنا كذلك حول كيفيه تعزيز العلاقه ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي والحلف شمال الاطلسي، واللي إستونيا عضوة فيهم معا، واللي المغرب عنده شراكات قوية مع الاثنين، و
معالي الوزير أكد على حرص إستونيا على تعزيز علاقات المغرب سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع حلف الشمال الأطلسي في إطار بحال اللي قلت الشراكة اللي هذه يعني كتطور هذه السنوات مع الاتحاد الأوروبي ومع حلف الشمال الأطلسي. كانت فرصة كذلك للحديث حول الوضع الإقليمي في القارة الإفريقية ومبادرة جلالة الملك محمد السادس سواء فيما يتعلق بمنطقة الساحل أو في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كذلك الوضع في أوروبا والوضع في أوكرانيا، واللي في كل هذه المسائل هذه كاين هناك تقارب في وجهات النظر بين البلدين. البيان المشترك اللي وقعنا عليه كيتضمن مجموعة المواقف المتقاربة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وكنشكر إستونيا وكنشكر معالي الوزير على الموقف اللي خداوه من قضية الصحراء المغربية واللي متضمن في هذا الإعلان المشترك، واللي كيجي في إطار الدينامية اللي تلقاها جلالة الملك والدعم اللي كتحظى به مبادرة الحكم الذاتي داخل الاتحاد الأوروبي، بحيث أن إستونيا اليوم هي الدولة 20 وسط الاتحاد الأوروبي اللي عندها موقف إيجابي من مبادرة الحكم الذاتي. باختصار إذن هذه الزيارة هي زيارة يعني غتكون نقطة تحول بحال اللي قلت، غادي تخلق واحد الأرضية صلبة لتعاون اقتصادي لتشاور سياسي مكثف بين البلدين وتنسيق أكبر، دعم متبادل للترشيحات بين البلدين، وكذلك للتنسيق حول القضايا الإقليمية، وغتعطي كذلك واحد الفيزيبيليتي واحد ترويج أكبر للعلاقة بين البلدين سواء بالنسبة للقطاع الخاص سواء بالنسبة للسياح، بأن المغرب وإستونيا هما صديقين ولكن اليوم يريدان أن يصبحا شريكين قويين في مختلف المجالات. مرة أخرى كنرحب بك معالي الوزير أنت والوفد اللي كيرافقك، ونتمنى أن هذه الزيارة، وأنا متأكد أنها غتكون زيارة ناجحة وبحال اللي قلت غتكون نقطة تحول في علاقتنا. شكرا. أنا سعيد بهذه الزيارة، هي الزيارة الرسمية الأولى كوزير لشؤون خارجية لإستونيا إلى المملكة المغربية، وأنتم مرحب بكم معالي الوزير في بلدكم الثاني إستونيا، وننتظر زيارتكم الرسمية إلى إستونيا. نحن نهتم بالانفتاح على إفريقيا، وكما قلتم بالفعل نتوق إلى أن نعزز علاقتنا مع المملكة المغربية لكي تكون بوابة لكي ننفتح على إفريقيا. نود أن نتعاون حول عدد من الشراكات التي يمكن أن نقيمها بين إستونيا والمملكة المغربية، وكما أشرتم نحن نرحب بالتعاون الذي تقيمه المملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي ومع حلف الناتو، ونعتز بمستوى هذا التعاون. يرافقني عدد من الخبراء ومن رجال الأعمال في المجال الرقمي، ونتطلع أيضا إلى أن تزور معالي وزيرة الشؤون الرقمية إستونيا قريبا لكي نعزز التعاون بين إستونيا والمملكة المغربية فيما يخص رقمنة الإدارة والمعاملات الإدارية. كنت قد أشرفت منذ 3 أسابيع على انطلاقة حملة لرقمنة الخدمات الإدارية في إطار استراتيجية المملكة المغربية لرقمنة الخدمات الإدارية، وهي مبادرة رائدة على مستوى القارة الإفريقية، وهي خارطة طريق، ونحن سعداء أن نكون طرفا في هذه الخارطة. إستونيا رائدة في مجال رقمنة الخدمات الإدارية، وأنتم تعرفون أننا نتوق إلى تقاسم خبراتنا واستشراف المستقبل فيما يخص رقمنة الخدمات سواء مع المملكة المغربية أو مع أطراف أخرى، ونحن أيضا يمكننا أن نتعلم من تجاربكم أيضا.
وكما قال معالي الوزير ترافقني بالتالي أو يرافقني وفد من رجال الأعمال، ونتوق إلى أن نبحث عن آفاق للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع المغرب. وأمضينا هذا وقعنا هذا الإعلان المشترك بين المملكة المغربية وإستونيا، سيكون أرضية وقاعدة للتعاون في جميع المجالات، ونتوق إلى وضع مزيد من هذه الإطارات لتأطير تعاوننا. كما أشار معالي الوزير نهتم بتطور الأوضاع في جنوب الصحراء، والأمم المتحدة العودة برنهاما على هذا المستوى، وإستونيا تعزز دعمها للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 2703، وتعتبر أن خطة المملكة المغربية التي تقدم بها للأمين العام للأمم المتحدة كحل عادل ومعقول لهذه الأزمة التي دامت أكثر من اللازم. نحن شرحنا موقفنا إزاء أيضا الحرب الدائرة في أوكرانيا، وروسيا بالفعل تمثل تهديدا، وهي هاجمت أوكرانيا وخرقت مبادئ القانون الدولي وشكلت تهديدا مباشرا للأمن في هذا الإقليم من العالم. وعبرنا عن موقفنا فيما يخص دعمنا لمسار السلام في أوكرانيا، ويجب أن يكون هذا المسار عادلا وبإشراك أوكرانيا في إيجاد حل. اتفقنا مع معالي الوزير أن إستونيا تتحمل مسؤولياتها إزاء مشروع الرئيس الأوكراني زيلينسكي من 10 بنود فيما يخص الخروج من هذه الأزمة. و في الواقع هو مقترح معقول. تباحثنا بشأن الأزمة في الشرق الأوسط وفي منطقة الساحل. موقفنا واضح فيما يخص دعمنا لحل الدولتين في الشرق الأوسط، وأن حل الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب الدولة الإسرائيلية هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ، ويتعين بالتالي أن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القريب العاجل وضمان شروط الخروج من الأزمة. ختاما أشكر حفاوة الاستقبال التي حظينا بها. أنا سعيد بهذه الزيارة الأولى الرسمية لمسؤول من إستونيا من وزارة الخارجية إلى المملكة المغربية، وأتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة في علاقتنا للتعاون السياسي، التعاون التجاري، التعاون في جميع المجالات. شكرا جزيلا. التقرير اللي قدمه الممثل الشخصي للأمين العام أمام مجلس الأمن نهار 16 وما تناقلته وسائل الإعلام حول مقترح اللي يمكن كنقدمه لتقسيم الصحراء، يمكن لي نقول أولا أنه فعلا تقدم زعما طرح هذه الفكرة في الزيارة الأخيرة ديالو للمغرب، واللي كانت كنظن في شهر 4 من هذه السنة. وفعلا كان المغرب جدد الموقف ديالو الواضح اللي كان بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، يعني تسلن عليه ديجا في 2002 لما كانت نفس الفكرة جات مع جيمس بيكير باقتراح من الجزائر، كما ذكر ذلك التقرير الأمين العام آنذاك ديال جيمس بيكير. وكان رد المغرب واضح بأن أولا هذا الشيء هذا جديد قديم سي دو ريشوفي، ثانيا بأن موقف المغرب بحال اللي كان في 2002 راه هو اليوم، بأن المغرب بحال اللي أكد ذلك جلالة الملك لا يتفاوض حول صحراءه ولا يتفاوض حول سيادته على الصحراء ولا يتفاوض
بشأن وحدته الوطنية. المغرب يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه، ولكن الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابية مع مرة كتكون فوق طاولة المفاوضات، مع مرة تكون مجال لتفاهمات ولا توافقات ولا هذا. وأكد الوفد المغربي آنذاك السيدي ميستورا بأن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا، وبأن المغرب لن ولم يقبل أن حتى يبدأ يسمع لها، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وبأن الصحراء كلها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. ولكن اللي بقى هو أن مدام السيدي ميستورا هضر على هذا الموضوع، وكان عليه يذكر من جاتو هذه الفكرة، شكون اللي وحالوا بها، وشكون هي الأطراف اللي شجعاتو على أنه يطرحها بحال اللي قدمها لنا في أبريل، وبأن واش هي مبادرة ديالو ولا مبادرة ديال أطراف معينة اللي وحات ليه بأنه يعاود يطرحها. هذا اللي مهم في العملية، وهاد الأطراف هذه بأي خلفية وبأي منطق وحات له ولا دفعاته أنه يعاود يحيي هذا الاقتراح اللي بحال اللي قلت يعني ولد ميتا، لأن من الطرح ديالو كان مرفوض رفض نهائي. نفس الأمر يتعلق بما ذكره السيد الممثل الشخصي فيما يتعلق بتوسيع أو التطوير أو تفصيل مبادرة المغربية للحكم الذاتي اللي قال بأنه حان الوقت باش المغرب يقوم بها. الموقف المغربي واضح ومبني على أربعة نقاط. أولا، مبادرة الحكم الذاتي هي نقطة وصول ماشي نقطة بداية. C'est un point d'arrivée, ce n'est pas un point de départ. ثانيا، بأن هذه المبادرة عندك تسعى كتحظى بدعم متواصل على المستوى الدولي والأوروبي في إطار الدينامية اللي خلق جلالة الملك، واللي شفنا الدعم سواء من خلال القنصليات، سواء من خلال المواقف ديال القوى العظمى أو مواقف الاتحاد الأوروبي أو غيرها. فهذه المبادرة واخدت الطريق ديالها ك الإطار اللي المجتمع الدولي كيشوفه كإطار لحل هذا النزاع الإقليمي. ثالثا، بأن هذه المبادرة عندها خطوطها الحمراء التي لا ما كتقاش، وعندها مجالات اللي فيها يمكن يكون فيها تفاصيل، ولكن كاين نقط حمراء، كاين أسس اللي ما كتقاش في هذه المبادرة سواء في مختلف جوانبها. وهاد المبادرة نهار الأطراف الأخرى تقول وتعبر على استعدادها بأنها تدخل في مسار اللي هي الأرضية الوحيدة ديالو هي مبادرة الحكم الذاتي، آنذاك في احترام للخطوط الحمراء اللي موجودة عاد كيكون الحديث شنو هي الأمور اللي كتحتاج تفصيل، ولكن في غياب انخراط جدي، انخراط واضح علني للأطراف الأخرى في مسلسل على أساس مبادرة الحكم الذاتي، فهذه الأمور هذه غير مطروحة وسابقة لأوانها. شكرا. متميزة الآن مع المملكة المغربية، علاقات تقوم على الثقة، وهناك مسألة الريادة. كل إصلاح، كل تغيير يحتاج إلى ريادة ويحتاج إلى دعم من المواطنين، وهذه بالتالي مرحلة مناسبة لإعطاء الانطلاقة لاستراتيجية المملكة المغربية بحلول 2030. سيكون المغرب قد قطع أشواط فيما يخص رقمنة الخدمات. نحن في أسطنية نشتغل على رقمنة الخدمات منذ أكثر من 20 سنة. هناك فقط عقود الزواج التي ما زالت تعقد في إستونيا بشكل مباشر،
كل العقود الأخرى تبرم بشكل رقمي، وحتى القطاع الخاص واكب هذه الثورة. كانت هناك أخطاء في بداية هذه التجربة، ولكن بفضل انفتاح الإدارة الإستونية على المرتفقين والمواطنين تمكننا من تجاوز هذه العقبات، وأصبحنا نتوفر بالتالي على إدارة عمومية تشتغل في إطار من الشفافية على أساس الرقمنة، ونعتبر ذلك نجاحا كبيرا. ليس هناك حتى الآن بطبيعة الحال من إطار رسمي لكي نوفر بالتالي ونقرب الخبراء المغاربة من تجربتنا في أستونيا، ولكن ذلك سيتحقق في القريب العاجل. سيكون فرصة لكي تتعاون أستونيا مع المملكة المغربية فيما يخص التدريب، فيما يخص تأطير هذه الاستراتيجية، ونحن سعداء بأن نشارك في هذه الاستراتيجية. شكرا.